أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الاستماع إلى القصاص بقصد الوعظ، حيث إنني لا أستطيع أن أحضر حلق العلم عند العلماء، فلا أفهم المصطلحات العلم الشرعي التي يقولونها؟ لا تجلس إلى القصاص. السلف حذروا من القصاص، وهم الوعاظ الذين يهتمون بالحكايات ولو كانت كذباً، ويهتمون بالقصص اللي يزعمون أنها تؤثر على الناس، ولا يهتمون بالقرآن والسنة، وإنما يعتمدون على القصص والحكايات. فالسلف حذروا منهم والاستماع لهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.